فاهمني؟ مفيش أي مجال في البلد مفيش لعب. واللعب بيجي منين؟ يعني مش ممكن من الصغيرين اللي هم بيمشوا بقى. لا ما ممكن الوزير يقول القرار واللي من تحت ما بينفذ. حاضر وبتاع وشغل ورق، لكن الواقع بيقفشني بيني وبينه وبياخد مني. خلاص هو الوزير شايف ولا حد شايف؟ ايه اللي عمله الحيوي بس؟ يجوا ياخدوا فلوس وياكلوا ويشربوا الزبادي الخلاط ويشربوا النسكافيه وياخدوا بعدهم يتوكلوا على الله. ادي اللي الحي بيعمل. ده في واحد كان بيجي له من الحي، في واحد كان بيجي له من شهريه. احنا اللي عملناه واحنا اللي وقفنا عشان مدخل المنطقه، عشان المكان يبقى نظيف. خدت الموافقه بتاعت المحافظ وخدت كل حاجه، بس في مهندس في الحي هو اللي معقد لي الموضوع كله وعايز فلوس. بيقول لي اخد منك 5000 جنيه عشان اطلع لك رخصه المحل، اللي هي كرشوه اصلا. يعني هو مش ياخدهم، اللي هم هو لو ياخدهم كبند مثلا او في فلوس بتتدفع عشان الرخصه دي تيجي ماشي انا اديهم له، لكن هو عايزهم رشوه. مش اللي حصل ان احنا الساعه 3 بالليل ما نعرفش اي حاجه، وفجاه جت الحكومه قلبت الدنيا وكسرت المكان، والمحل ده بتاعنا ده اصلا من سنه 74. احنا رخصولنا في المكان اللي احنا واقفين فيه ده، ابويا كان واقف هنا من 60 سنه، ما يجيش حد يشيلنا دلوقتي حرام. الوقفه المعموله قدام المحافظه دي دلوقتي محطات رفع مياه المجاري دي متهالكه، وبسببها ان ميه المجاري منتشره تحت الارض، فبتبدا تاخد الرمله اللي تحت البيوت تمام، وبتاخدها وتهبط، فالبيوت بتقع. المسؤولين اتصلوا بتوع مصلحه المجاري، ما حدش يقول لهم احنا مش هنجيلكم واحنا ما نعرفش حاجه ومش هنعمل لكم حاجه. اتصلوا برئيس الحي ولا كانه موجود. المحافظ عنده علم بكل الكلام ده من سنه، من ساعه ما جه شاف البيوت واقعه في الامام الغزالي وما عملش حاجه. الفساد مش قال وصل للركب، لا ده عدى الركب. وإلى المحليات ده؟ إلى المحليات أكبر فساد في العالم. وأنتوا عندكم ناس هنا تعرفهم كانوا بينزلوا في المحليات؟ عضو مجلس الشعب اللي ينجح يجيب اتنين قرايبه وعين. تسكية؟ طبعًا. حزب الوطن. أنا كنت في مجلس المحلية طبعًا تبع الوايلي داير اسمها الصرايات. الوايلي بس مشايخ، أنا كنت بعمل مشايخ الصرايات. واتضرب لي عنوان انا نازل في المنطقه بقول لك ما اعرفش حد فيها، يعني كل اللي ممكن اعرفه اقول لك عضو مجلس الشعب ساعه الانتخابات. شفت انا بقى كانت اول عمليه تدريب شفتها، ان انت واحد بيقف جنبك علم ماسك ورقه كده بيقول لك علم على رقم كذا رقم كذا رقم كذا رقم كذا رقم كذا. جميل. جوه اللجنه؟ هو مش جوه اللجنه، ده فوق الصندوق كنت ماسك الورقه. حياه عاديه خالص، احط الورقه السلام عليكم وعليكم السلام. جت ظهرت النتيجة طبعا، نجح اللي هم عايزينهم. الأربعة نجحوا وطني، ما ينفعش. هم لا، هم كانوا خمسة، قال لك خمسة وطني لازم حد معارض. ازاي مش ازاي؟ قال لك نجح بتاع الوفد. المفروض ان انت بتعمل مواصلات محلية، بتعمل طرق جيدة، بتعمل مواصلات محلية، بتنور شوارع، وبتعمل خدمات بيئية متكاملة، وأشجار التلفة ومش عارف ايه الكلام ده كله. والبرنامج الرابع الامن والمرور والاطفاء. البرنامج الخامس اسمه تدعيم الوحدات المحليه، وبيتعمل ده المفروض ان انت لو عايز بقى انشاءات او حاجات ليها علاقه بالوحده المحليه نفسها، اجهزه اداريه وتجيب اجهزه كمبيوتر بتعمل فرنتشنج او التاثيث او ما الى اخره، او كمان بيتعمل منها برامج اجتماعيه بيدوا منها قروض للمراه المعيله، بيدوا منها مش عارف يعني مشروعات ايه حاجات زي كده، يعني حملات، يعني عندهم يعني بادجت كده يبقى بيتصرف المليون. دي خمس برامج بتاعت المليون. بخلاف ذلك ما قدروش يصرفوا على حاجه، دي بنود الموازنه اللي بتيجي. بتاخد كام بقى المحليات من ميزانيه الدوله؟ لا يتعدى كان في وقت من الاوقات 8% وزاد، يعني بعد بقى ما بداوا يتكلموا على اللامه المركزيه وفي اخر كام سنه بداوا بياخدوا من 10 ل 12%. احنا بنحاول كنا نقول ان الوزاره دي وزاره مهمه، مش مهمه، مهمه جدا، بس لازم تبقى تعطى الصلاحيات وتبقى جواها الوظائف ويعاد هيكلتها عشان تقوم بالدور المهم ده. لازم ان انت لو هتتجه للمركزيه وهتاخد من صلاحيات الوزارات الخدميه، يعني ايديالي الوضع المثالي ان ال 85% من موازنه الدوله الثانيه دي تتقرر على المستوى المحلي. وعندك جهات ليها ادوار ممكن يكون بيساعد في الحد من الازمات او بيضخم الازمات او ما بيعملش حاجه اللي هو الاداره المحليه. انا بقول لك هي المجالس المحليه
عندها دور كبير جدا لو هي فعلا واحد عايز ينطلق للحياه السياسيه. عليات في العهد السابق تاخد كلام ولا تاخدش اي افعال، لكن بننظر في الفتره الجايه ان كل حاجه، ما تقولش قريه نائيه، ما تقولش قريه بعيده، ما تقولش سكان بعيدين عن الطريق، لا، ده مواطن وله حق في العيشه الكريمه، له حق في الطرق تتمد لي، له حق في الكهرباء انه توصل لي، له حق ان الكهرباء تنور عنده 24 ساعه زي اي. المفروض ان المجالس المحليه دي هي اللي تراقب، لا بالعكس طبعا، الكلام ده بتاع قبل الثوره. فاحنا عايزين نقول ان يا ريت بعد الثوره تكون غيرت، يكون ان في ايه رقابة، في حد يبقى مسؤول. هنوجه لهم رسالة، احنا جينا النهاردة ما عملناش اي حاجة ولا عملنا طريق ولا عملنا اي حاجة غلط، احنا جايين النهاردة عشان نطالب حقنا، عشان البيوت اللي بتقع فوق دماغنا. هنديهم اسبوع، هنديهم اسبوع لازم يبدأوا شغل فيه، الشغل يخلص في شهر في سنة، اهم حاجة يبدأوا الشغل والشغل يستمر.